أدبي أطفالك بهذه الطريقة. غرس القيم الحميدة والانضباط في الأطفال هو بالتأكيد مهمة مشتركة ما بين البيت والمدرسة، أو على الأقل كان كذلك قبل تراجع دور المدرسة وفرض قوانين صارمة حول معاقبة الأطفال وتحجيم دور المعلم أو المعلمة إلى التعليم فقط دون التربية والإرشاد. ومع بقاء العبء الأكبر على الأهل، نقدم لكم طرقا تربوية لتعليم الأطفال الانضباط والالتزام. المكافأة عند فعل الصواب. كلما رأيت طفلك يقوم بعمل أو تصرف جيد، قم بمكافأته. ضع قوانين واضحة للانضباط، هذا سيجعل طفلك أكثر حذراً وإدراكاً لسلوكه، الأمر الذي سيجعله أكثر مراقبة لأفعاله، وهذا التطور يعني بأن طفلك بدأ في التفريق بين الخطأ والصواب. ضع تكتيكات خفية لتصحيح الأخطاء، علم الطفل أن السلوك الجيد يعني المكافأة، والسلوك السيء يعني وقف المكافأة لحين تقويم السلوك. لا تستخدم كلمة عقاب أو حرمان أو منع، لأنك في النهاية قد لا تكون قادرا على الالتزام به، والتراجع قد يشير للطفل بأنك ضعيف. لا تعود الطفل على الحرمان والعقاب، وإلا فقدت السيطرة عليه. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك، وشارك الفيديو.